بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بتعتبر دراسة السلوك الإنساني من أصعب المهام اللي بتواجه الباحثين. السبب في كده إن السلوك أولا تحدد نتيجة تفاعل مجموعات شديدة التعقيد والتشابك من العوامل الداخلية والخارجية. السبب التاني إن الجزء الأكبر من السلوك الإنساني غير ظاهر ومقدرش أدرسه بالملاحظة المباشرة. السبب ده كان من ضروري ان احنا نبتدي كلامنا باننا ببعض المفاهيم او بتوضيح بعض المفاهيم الاساسية اللي احنا عاوزين نتفق عليها. تشمل 3 مفاهيم. اولا لازم نوضح مفهوم العلوم السلوكية باعتبارها هي العلوم الخاصة بدراسة السلوك الانساني. ثاني حاجة لازم نوضح طيب علم النفس ومفهومه ومجالاته، لأنه طبعا هو علم النفس المختص بدراسة السلوك الفرد، وطبعا الفرد سواء كان مستهلك أو موظف أو عميل لنا زي ما بنقول في سلوك المستهلك، مهم إن أنا أفهمه كويس. المصطلح الثالث أو المفهوم الثالث، طيب إيه هو السلوك الإنساني؟ إيه مفهومه؟ إيه تعريفه؟ إيه هل هو أنشطة خارجية فقط ولا أنشطة داخلية فقط ولا بيجمع بين الاتنين؟ نقدر نعرف العلوم السلوكية إنها فرع من العلوم الحديثة نسبيا اللي بتهتم بالدراسة العلمية للسلوك الإنساني. إزاي؟ عن طريق البحث المتعمق فيه وطبيعته الحقيقية. يبقى نقدر نقول إن عشان نوضح إيه هي العلوم السلوكية في 3 عناصر مهم 4 عناصر مهمة في التعريف بتاعنا. أولا إنها فرع من العلوم الحديثة، إنها بتهتم بالدراسة، ولازم نوصف الدراسة هنا بإنها دراسة علمية للسلوك الإنساني. الدراسة العلمية بتتم إزاي؟ بتتم عن طريق البحث المتعمق في السلوك الإنساني. النقطة الرابعة والأخيرة، طيب هل أنا اهتمامي لما أجي بدرس العلوم السلوكية هل زي ما بنقول بهتم بالسلوك كما يجب أن يكون، ولا أنا بيهمني بالأكتر السلوك الحقيقي الفعلي زي ما بنقول للإنسان؟ الحقيقة عشان أقدر أتعامل مع الإنسان بيهمني أكتر سلوكه الحقيقي وليس ما يجب أن يكون عليه السلوك الرشيد لهذا الإنسان. مصطلح العلوم السلوكية بيركز أساساً على 3 علوم اجتماعية أساسية: علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا أو اللي هي علم الأجناس. نبتدي بعلم النفس. علم النفس نقدر نقول زي هي الدراسة العلمية لسلوك الفرد. الدائرة اللي بتحرك فيها علم النفس هي الإنسان الفرد وليس الجماعة، وبالتالي علم النفس بيهتم بدراسة كل أنواع سلوك الفرد. سلوك الفرد ده محصلة أو نتيجة لمجموعتين من العوامل: العوامل داخل الفرد نفسه وعوامل خارجية اللي هي متعلقة بالمؤثرات البيئة اللي حواليه، طبيعية، ثقافية، اجتماعية إلى آخره. ناحية تانية، علم النفس زي ما بنقول بيدرس الجانبين من السلوك، لأن أي سلوك له جانبين، سلوك الإنسان له جانبين: الجانب الظاهري اللي أقدر ألاحظه بصورة سهلة واضحة، زي إيه؟ زي النشاط اللفظي زي ما أنا بتكلم كده مسموع وواضح، أو النشاط الحركي، الحركة اللي أنا بتحركها. الجانب الآخر وده الصعوبة فيه اللي هو السلوك الخفي أو غير الظاهر، وبيتمثل في العمليات اللي بتحدث داخل الإنسان، وأبرزها أو أهمها بالنسبة لنا اللي بتهمنا هي العمليات العقلية، تشمل التفكير، التذكر، النسيان، الإدراك، التعلم وغيرها من العمليات العقلية. أنا ما أقدرش ألاحظها أو أشوف العمليات دي لأنها جوه عقل الإنسان، إنما أنا أقدر أستدل عليها لو ترجمت في صورة سلوك خارجي، هنا زي ما بنقول في قول أو في فعل بيعمله الإنسان. العلم التاني من العلوم السلوكية هو علم الاجتماع، والدائرة اللي بيتحرك فيها علم الاجتماع هي الجماعة وليس الفرد، وبالتالي هو بيهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية، النظم الاجتماعية، الجماعات وازاي بتتكون وتتشكل، ايه العوامل اللي تخليها متماسكة وايه العوامل اللي تؤدي الى سوء التنظيم الاجتماعي فيه. العلم الثالث من العلوم السلوكية هو الانثروبولوجيا او علم الاجناس، والعلم ده الحقيقة بينقسم الى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو ما يطلق عليه الأنثروبولوجيا الطبيعية اللي هو بيهتم بدراسة الخصائص الطبيعية للإنسان الأجناس المختلفة،
هنلاقي من حيث مثلا لون البشرة، طول القامة، لون الشعر، العينين، إلى آخره. القسم الثاني هو الأنثروبولوجيا الثقافية أو الاجتماعية، بيتناول التراث الاجتماعي للإنسان، عاداته، تقاليده، لغته، دينه، إلى آخره، اللي بتختلف من شعب إلى آخر. المفهوم الثاني اللي عاوزين نتكلم عنه بالتفصيل أكتر هو علم النفس. والحقيقة احنا عرفنا علم النفس من شوية صغيرة، انما نقدر نقول ان هو بيهمنا كمان نعرف ايه الفروع او المجالات بتاعة علم النفس. انا بقسم علم النفس الى نوعين من المجالين. المجال الاول اللي هو بيدرس النظريات، الجانب بيدرس النظريات المختلفة والمبادئ اللي بتتحكم في سلوك الانسان. المجموعة الأخرى أو هنا زي ما بنقول بيطبق النظريات دي والمبادئ في السلوك الإنساني في ميادين الحياة والعمل المختلفة. وبالتالي الأولى هي مجالات ما يطلق عليه علم النفس النظري باعتباره بيدرس النظريات، والثانية هي مجالات علم النفس التطبيقي باعتباره بيطبق هذه النظريات على ميادين الحياة والعمل المختلفة. بتشمل مجالات علم النفس النظري 6 مجالات: علم النفس العام، علم النفس الاجتماعي، علم النفس النمو، علم النفس التربوي، علم النفس الحيوان، علم النفس المرضي. أما مجالات علم النفس التطبيقي فبتشمل 5 مجالات. اللي يمكن بيهمونا بالأكتر هنا في مجال التجارة، هنا كلية التجارة، هم علم النفس التجاري وعلم النفس الصناعي. إنما خلينا نقول إن المجالات الخمسة هي علم النفس العلاجي، علم النفس الحربي، علم النفس الجنائي، ثم علم النفس التجاري، وهنا بيهمنا لأنه بيهتم بدراسة سلوك المستهلكين وبيتعرف على دوافعهم الشرائية واتجاهاتهم ميولهم، بيحلل سلوكهم الشرائي أثناء عملية اتخاذ قرار الشراء. الفرع الأخير أو المجال الأخير من مجالات علم النفس التطبيقي هي علم النفس الصناعي، اللي هو بيطبق مناهج البحث الخاصة بعلم النفس في المشكلات اللي بتنشأ في المجال الصناعي أو الاقتصادي. بيدخل فيها اختيار الأفراد وتوجيههم، توجيه يتفق مع قدراتهم وميولهم، وسائل منع حوادث العمل، وسائل التدريب، ازاي نحسن الإنتاج كما وكيفا، الظروف الصحية للعمل زي الإضاءة والتهوية، عوامل التعب والملل، الروح المعنوية وأثرها على الإنتاج. المفهوم الأخير اللي عاوزين نتعرض له بشيء من التفصيل هو السلوك الإنساني. أولا نعرف السلوك. السلوك زي ما اتفقنا له جانبين، وبالتالي نقدر نعرف جانب خارجي وجانب داخلي. وبالتالي السلوك نقدر نعرفه بأنه جميع الأنشطة اللي بيقوم بيها الكائن الحي، سواء سلوك خارجي يمكن ملاحظته ومشاهدته زي ما قلنا زي النشاط اللفظي أو الحركي، أو أنشطة عقلية أو فسيولوجية تحدث داخل الكائن الحي ذاته. وبالتالي يشمل السلوك جميع أنشطة الكائن الحي الداخلية والخارجية. نقدر نحدد 4 خصائص بيمتاز بيها السلوك الإنساني. أولا إنه سلوك مسبب، بمعنى إنه دايما في سبب بيؤدي إلى نشأته وظهوره. تاني حاجة إنه سلوك هادف، بمعنى إنه هو بيسعى إلى تحقيق غاية معينة أو إشباع حاجة معينة. تلاتة إنه سلوك متنوع، بمعنى إنه هو له صور متعددة ومتنوعة حسب الموقف اللي بيواجهه الإنسان. واخيرا انه سلوك مرن، بمعنى ان هو ممكن ان هو قابل للتعديل والتبديل، بس مع ملاحظه حاجه ان مرونه السلوك دي عمليه نسبيه تختلف من شخص لاخر حسب شخصيه كل انسان زي ما. طيب هنشوف ان في النظريات المختلفه والعلماء المختلفين حاولوا انهم يفسروا السلوك الانساني. نقدر نقول انهم اتقسموا على فريقين. احنا قلنا في البداية ان السلوك الانساني نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية. وجهة النظر الاولى ركزت على العوامل الداخلية وبالذات على الدوافع، دوافع الانسان اللي كان بتسميها الغرائز. من النظريات دي نظرية واحد اسمه ماكدويل اللي هو حط عدد كبير من الغرائز هي اللي بتؤدي الى سلوك الانسان او وراء سلوك الانسان. فرويد وهي النظرية اللي احنا هنتعرض لها حالا دلوقتي، فرويد بيشوف لا، انا ممكن اجمل كل الغرائز دي او الدوافع زي ما سماها لغريزتين فقط: غريزة الحياة او الغريزة الجنسية، وغريزة الموت او العدوان والتدمير.
غريزة الحياة بتظهر في كل ما نقوم به من أعمال إيجابية بناءة من أجل المحافظة على حياتنا وعلى استمرار وجود الجنس البشري، أما غريزة الموت فبتبدو في السلوك التخريبي وفي الهدم والعدوان. العدوان مش بالضرورة يكون على الغير بس، ممكن أيضا يكون العدوان على النفس. من الجوانب المهمة اللي جابتها لنا مدرسة التحليل النفسي إنها قالت لنا إن السلوك مش من الضروري إن يكون الدافع وراه شعوري. ممكن أوي الإنسان في رأي فرويد ممكن يقوم بكتير من أنماط السلوك اللي هو نفسه ما يكونش عارف الدافع وراه، السبب وراه. وبالتالي أنا لو سألت أي إنسان ليه أنت عملت كده، ليه؟ إيه الأسباب اللي ورا سلوكك ده أو تصرفك ده؟ ممكن يكون عارف، وبالتالي الدافع هنا بيكون شعوري ويقوله لنا السبب، وممكن يكون عارف بس ما يحبش ان هو يقوله، وايضا هنا بيكون الدافع شعوري، وممكن يكون الدافع لا شعوري، وبالتالي هو نفسه ما بيكونش عارف السبب ورا التصرف او السلوك اللي هو عمله. مجموعة تانية من النظريات ركزت على الناحية الخارجية، على العوامل الخارجية، وبالتالي هنا زي ما بنقول، ومن أشهر الناس دول أصحاب المدرسة السلوكية اللي بتقول لي إن هي مفيش حاجة اسمها دوافع، إنما هو السلوك الكائن الحي هو عبارة عن ردود أفعال، مش نتيجة لدوافع داخلية، إنما نتيجة لمنبهات أو مؤثرات حسية تقع على الحواس، وبالتالي زي ما بنقول استخسار السلوك تفسير آلي ميكانيكي، ردود أفعال هي اللي بتؤدي إلى المنبهات الحسية والحركية دي اللي جاية من الخارج، من البيئة الخارجية، بتصير سلسلة من الأفعال المنعكسة عند الكائن الحي. يبقى السلوك وجهة نظرهم، وجهة نظر المدرسة السلوكية، هو ردود أفعال. إنما الحقيقة إننا لو حبينا بقى نفسر السلوك تفسير موضوعي متكامل، نقدر نقول الحقيقة إن لا العوامل الداخلية فقط هي المسببة للسلوك، ولا العوامل الخارجية فقط هي المسببة للسلوك، إنما المسؤول عن السلوك مجموعة من العوامل الداخلية الذاتية موجودة في الفرد نفسه، ومجموعة من العوامل الخارجية اللي هي مرتبطة بالبيئة المادية والاجتماعية اللي بيعيش فيها. بتشمل القوى الداخلية أو العوامل الداخلية التكوين الوراثي للكائن الحي، العوامل الجسمية والفسيولوجية، لأن في الآخر السلوك ما بيتمش إلا عن طريق تكوينات جسمانية، يعني أنا بمشي عشان عندي رجلين، الطائر بيطير عشان عنده جناحين إلى آخره. أي سلوك أو تصرف أو نشاط بيتعمل مرتبط بتكوين جسماني معين. العامل الثالث الداخلي الثالث هو الحالة النفسية للفرد، والحقيقة أن أكيد سلوك الإنسان الحزين غير السعيد، سلوك الشخص القلق غير الشخص الهادي المستقر. العامل الرابع من العوامل الداخلية الخبرة السابقة، يعني أنا زي ما بنقول لو أنا عاوزة أتنبأ بسلوك الفرد ممكن إن أنا أحاول أعرف إيه هي خبراته أو مهاراته أو معارفه أو معتقداته، لأن أنا أقدر أعرف هنا أو أتوقع إيه السلوك اللي هيتصرفه وفقا لهذه المهارات والمعارف والمعتقدات. ثم عندي بعد كده الدوافع اللي هي أسباب السلوك، هي زي ما بنقول بنعرفها هي القوة أو الباعث المسبب لسلوك هادف معين، ولحن زي ما قلنا إن من خصائص السلوك الإنساني أول خاصية بتميزه إن هو مسبب. مسبب يعني إيه؟ يعني وراه دافع، وراه قوة بتدفعه إلى التصرف بهذه الطريقة. أخيرا عندي في العوامل الداخلية سمات الشخصية، سلوك الفرد في موقف معين هو نتيجة تفاعل مجموعة من السمات الشخصية اللي بتمتاز بيها هذا الفرد، وهذه السمات بتختلف أو السمات تختلف من شخص إلى آخر، منطوي، منبسط، متحفظ، متحرر، كل دي من سمات الشخصية. لو جينا بالنسبة للقوى الخارجية اللي بتتفاعل مع القوى الداخلية هنلاقي إنها بنقسمها إلى حاجتين، بيئة الفرد الخاصة اللي هي زي ما بنقول بيختلف فيها الأفراد بعضهم عن بعض، بتتكون من 3 عناصر أساسية: الطبقة الاجتماعية اللي بينتمي إليها، الجماعات المرجعية بمعنى المرجع بتاعه من الأفراد المحيطين به، التأثير الشخصي لقادة الرأي، في كل مجتمع من المجتمعات في من يطلق عليهم قادة الرأي أو الفكر، ممكن يكونوا نجوم سياسة، فن، إعلام إلى آخره.
أما البيئة الخارجية بقصد بيها مجموعة العوامل الخارجية اللي بتحيط بالفرد في المجتمع اللي بيعيش فيه، وهي زي ما بنقول بتحيط بينا كلنا زي بعضها زي بعضك. تتكون البيئة الخارجية من مجموعة من المكونات، منها البيئة السياسية، الاقتصادية، الطبيعية، الثقافية.